واصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نذكر بنتيجة الشوط الثاني حيث ظفر بالمركز الثالث علي باللاحج الحلامي مع النايفة، تهانينا لو الناموس على المركز الثالث، بينما الفاتنة لسلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الكتبي حصلت على المركز الرابع، والخزنة لراشد بن عبيد بن علي الميالة الكتبي حصلت على المركز الخامس في ثاني أشواط هذا الصباح وأول أشواط المهجنات. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، تحيتنا تتجدد واللقاء يستمر ما بين الأبطال من هذه التحديات ومن هذه المنافسة في أشواط أهل المنطقة، حيث المنافسات القوية وصيحات الجماهير التي ترافق الجماهير والمتابعين ليبدأ هذا الشوط وشوطنا الرابع الذي ينطلق قبل قليل، يحمل تحديات الجعدان من فئة المهجنات جنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. مباشرة إلى الشامخ اللي على المركز الأول راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي، بينما المركز الثاني هناك وصل في شديد لمطر بن جمعة بن خليفة بن عبيد الشامسي. انتقل للمركز الثالث، هناك الشبابي بشعار احمد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري، بينما المركز الرابع سكر لعبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد. اما المركز الخامس هذا هو الوصول هناك مع هذه المنافسة الجميلة للمركز الخامس، وصل فيه وتحرك مياس لعلي بن خلفان بالشاوية الاغفرياتي في هذه الانطلاقة، وسادس المراكز هناك مدبر لعبد الله بن شطيط بن عبيد الكتبي، بينما المركز السابع سابع المراكز مشعل لسعيد بن سالم بن عبيد العامري، وثامنا والوال القادم بشعار ماجد بن علي بن سالم الكتبي، بينما المركز الثامن من وصل في وتقدم ملبيا لسالم بخميس بخلفان بالرزية الشامسي، بينما المركز التاسع هنا سوقان احمد بن سالم بن محمد بن خدوم الدهماني. هنا المركز العاشر ياتي في هذه اللحظات مزعج لحمد بن مطر بن حمد بن حليس الكتبي. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة والطامحة عن الفوز وعن الانتصار هنا بهذا المستوى الجميل. أعود إلى المركز الأول، إلى مدبر إلى مدبر إلى مدبر مدبر وانطلق الى المركز الاول لعبد الله بن شطيط بن عبيد بن سيف الكتبي، يتصدر القائمة ويسير الى المركز الاول. اما المركز الثاني سكر لعبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد. انتقل الى المركز الثالث الى ولوال، ولوال على المركز الثالث لماجد بن علي بن سالم الكتبي، بينما المركز الرابع مياس علي بن خلفان بالشاوية الاغفرية. المركز الخامس من الجانب الاخر واللي تسلل مباشرة الى المركز الثالث هذا هو مزعج لحمد بن مطر بن حمد بن حليس الكتبي، يغير مباشرة الى المركز الاول ويندفع الى الصدارة متقدما بهذا المستوى الجميل ما بين هذه ايضا الانطلاقة المميزة وما بين انطلاقتها
هذه الشعارات التي تشكل هذه الكوكب الكبير من الشعارات المشاركة في هذا الصباح في منافسة من منافسات هنا ميدان السوان في مهرجان سيدي ابو خالد. تجتمع الشعارات وتجتمع الاسماء وتتنافس من اجل الفوز من اجل الانتصار. اعود الى المركز الاول الى مزعج الذي بدأ يزعج الجميع بتقدم وتحرك لحمد بن مطر بن حمد بن حليس الاكتبي يسيطر على المنطقة الاولى يسيطر على المنطقة المستهدفة من لدى الجميع. هذا هو مزعج لحمد بن مطر بن حمد بن حليس الاكتبي. بينما المركز الثاني والوال ماجد بن علي بن سالم الاكتبي المركز الثالث وصل مبشر سعيد بن راشد بن خليفة المسافري. المركز الرابع مدبر عبد الله بن شطيط الاكتبي. يا سلام يا سلام تدخل مياس علي بن خلفان بالشاوية الاغفرية ايضا في دائرة النداء في دائرة الصراع في دائرة النزاع من اجل الفوز والانتصار من اجل الابداع الكبير. اما زالت الامور في هدوء ولكن اي هدوء الهدوء الذي يسبق العاصفة. نترقب الطيران مع اقترابنا لكيلو الخطر كيلو الرعب. هنا نتابع لا نسبق الاحداث بل نتابع هنا الاداء الجميل. اذا مشاهدينا الاعزاء مبشر 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 على المركز الاول على الصدارة لسعيد بن راشد بن خليفة المسافري. الكيلو الاخير الكيلو الخطير الكيلو المثير. قدم اللي تبى تقدم هنا مع المسار هنا بصل وصل وصل سوقان غير احمد بن سالم بن محمد بن خدوم الدهماني لكن من الجانب الاخر شوف وتابع شوف وتابع هناك والوال ماجد بن علي بن سالم الاكتبي. والوال 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 راح الى المركز الاول راح الى الصدارة غرد بهذا الابداع راح على الجميع هنا بشعار ماجد بن علي بن سالم الاكتبي. لكن وصلوك 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 وصل هنا برزان محمد بن ابراهيم بن سيف المسافري وتحرك بالمركز الثالث. ادهم مصبح بن محمد بن شمال الاغفلية هنا الاغفلية راح الى المركز الاول. شوفوا لي اللي على المركز الرابع شوفوا لي اللي تدخل في هذه اللحظات هذا الفائز سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي الشامسي ولكن الشامسي راح مع ابداعاته مع الفائز 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 سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي يفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على فوز الفائز بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل فيها هناك ادهم مصبح بن محمد بن شمال الاغفلي. المركز الثالث كان مع برزان محمد بن ابراهيم بن سيف المسافري. المركز الرابع وصل فيه هناك وكان حاضرا والوال ماجد بن علي بن سالم الاكتبي. والمركز الخامس حضر فيه هنا سوقان لاحمد بن سالم بن محمد بن خدوم الدهماني. اذا متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل شهدنا منافسه قويه حيث الفوز والانتصار ذهب من نصيب الفائز بالفعل اسم على مسمى. تهانينا لمالك الفائز سالم بن هاشم بن عبد الله الشامسي على هذا الفوز والانتصار. اتانا كالبرق في اللحظات الاخيره ما شاء الله وانتزع المركز الاول بكل قوه وجداره. هناك التوقيت الزمني تسع دقائق ثانيتين وجزءا واحدا من الثانيه هو توقيت ايضا الفائز اللي بناموس هذا هنا فاز بناموس هذا الشوط بنفس التوقيت الافضل يسجل ايضا هذا التوقيت المميز. بينما المركز الثاني توقيت الزمني هنا كان
كان حاضرا بالمركز الثاني 9 دقائق 3 ثواني وجزء واحدة من الثانية اللي هو هدهم صبح بن محمد بن شمال الأغفري. المركز الثالث حضر فيها برزان محمد بن إبراهيم بسيف المسافري التوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني جزء واحدة من الثانية. تهانينا والنمو.